لتدوي السماوات برعدها، لترمي الصواعق نيرانها إلى عز تونس، إلى مجدها، رجال البلاد وشبانها. فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها. وطن واحد، بلسان واحد، بقلب واحد، لحب واحد. أصدقائي المشاهدين، متتبع بين سبورتس، تبدأ المشاركة رقم 19 في تاريخ نصور كارتاج كأكثر رابع منتخب في تاريخ البطولة بعد مصر الروكور 24 حضور، ثم الكوت ديفوار 23، وغانا البلاك ستارز 22. الكرة التونسية العريقة التي حضرت كأول منتخب مغاربي في نهايات الكان عام 62 في دورة أثيوبيا تجدد الاشتراك للمرة 19، تجدد الود، تجدد تقديم المهر لحلم سمار إفريقيا من أجل نجمة ثانية على القميص. تشكيلة كارتاج لحراسة المرمى، فاروق بن مصطفى، على اليمين رامي البدوي، على اليسار الحدادي، وسط الدفاع ديلان برون، هدف سمير بكاو. الوديات عددها 5. الأولى نعيم 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 السليتي، والفرصة ضاعت في أقل من 3 دقائق. المنتخب التونسي يهدر كرة انفراد، يضيع منتخب تونس الوطني في كأس أفريقيا. كان من الشرميتي في 2010 في دورة أنغولا، كان في مرمى السودن. هذا هو السربي، جاء محطة الكرة خطيرة، يلعب كرة، والحارس فاروق بن مصطفى، رابع حضور في أمم أفريقيا بعد 2010. رامية الجانب لتونس، خضراء الأولى، يمشي نعيم السليتي. 9 أهداف في المنتخب التونسي، منهم 3 في هذه السنة 2019. واو، أهداف تصفيات النصور. يمشي الخزري، ترجع كرة من الدفاع أنغولا، حط الكرة المنتخب التونسي. المتابعة السهلة لتوني كاباسا، حارس الكبير الأنغولي بريمير. بدأ يدخل الأولاد. دائما هجوميا متهنين، دائما عندنا القدره على التسجيل في اي دفاع في هذه البطوله. الخوف فقط من دفاعاتنا، لانه الدفاع التونسي في اخر 10 مباريات في امم افريقيا 0 كلين شيت ولا نظافه للشيء. كان اندري جيرار في 63، ثم اوري ميشيل في 2002، وثلاثيه روجي لومير 2004 2003 رصيد بعد السنغال التيرانجا 16 نقطه. كره من يوسف، شد كره يوسف ويربح خطا. المنتخب الانغولي دارس مليح على طريق وجدي كشريده، وجدي كشريده الشوط، والكره تخرج برا او ضربه مرمى للحارس توني كاباتسا، عنده التجربه. ترجع كره العرضيه والدفاع ويشوط كره، وكانت صعبه لمنتخبنا الوطني. هي من اكثر المباريات متكافئه اللي باش تشوفوا فيها كره بعد ما خيبت قمه جنوب افريقيا الكوت ديفوار. اليوم ستيلفيو خطيره جدا، كره سريعه ومرت سليمه. الكرة من رقم 20 ويلسون، لاعب سبورتينغ براغا في البرتغال. شوف الباس ممتاز، فماش تسلل، طلب الكرة لابيل، ثم يضرب كما جات على طريقة طبعا اش. يمشي حول الكروس، عرضية خطيرة في الواحد الفيصل في هذه المواجهة. مسليتي، وترجع توش لمنتخب انغولا. هذا هو قد في 18 مشاركة، منهم 2 في تونس عام 65 على اثيوبيا، عام 2004 على رواندا، و3 مرات فقط ربحنا ماتشنا الافتتاحي في 2015، كنا تعادلنا مع الكاب فيردي. والنسخه تقريبا ما فماش صعود من الاطراف، لا شفنا الباك كره سليتي اللي ضاعت في اول 3 دقائق. كان حاط الكره في التماس او في خطا، الكره عائده لمصلحه حدادي، والكره ترجع وهبي، والكره سهله الكره للحارس توني كاباسا. الكره ستعود لتوني، هذه الكرة ترجع خطيرة. منتخب التونسي يمشي لمساكني، قربنا النصف ساعة لعب في الشوط الأول. لاعب سبورتينغ براغا في الدوري، كرة منتخب التونسي، كرة بسليتي، وضربة جزاء، ضربة جزاء لنصورنا، ضربة جزاء لأولادنا ورجالنا. جيبها يا سليتي جيبها. 33 دقيقة لعب كعبر هالو يتقدم يوسف المساكني، يحط كورة إيلياي، واحد بلاش لتونس، واحد بلاش للخضرة، 1-0 تونسنا. تونس تونسنا عن طريق هدف النمس اللي يدخل التاريخ.
ايه الاولاد واو مازال فيها امل والكره ترجع من دفاعات يانجو في الشوط اول تكتيكي منتخب الطول الافريقيه بهذه الكرات من كره بينالتي ضربه جزاء اولها فوز الرويسي ضد الزهير في 94 هدف لانه في فترات انغولا كان ممكن تماركي اخرج يا فاروق غطي يا فاروق اربح يا فاروق طمني يا فاروق دللني يا فاروق فرحني يا فاروق سكرها الشاب 90 الرامي البدوي ده ضربة مرمى لنصوري كارتاج باعتبار المباراة الافتتاحية فما برشا أرقام منها أنه سليت جيريس يقرأ قراءة سليمة وممتازة وكنت طلبت فيها أكثر من مرة أنه نركزوا برشا على البرو اللي أكثر فري وأكثر مرتاحين اثنين فقط اليوم من الدلو الأولاد ترجع كورة ويني ويني عند 120 ثانية اي محلوة يمشي بكرة حدادي هيا حدادي يا حد جيبها يا سليتي خلصنا ريحنا يا سليتي ريحنا ترى الكم سيضيف على الثوبي بملوك شتعمل شتعمل ثالث ربع مرة راوس هاي الوسي المنتخب التونسي انا متأكد بش يدخل فرجاني في الشوط الثاني بش يعطي برشا اكليبر للمليون تاعنا القدام يعني عندك ما تختار اصرار في السرعة البدري ان شاء الله لاباس ليوسف المساكني اهم شيء رونالدو واضح انه باش يهاجمونا والمنتخب الانغولي في تغييرات مجزاء لانه خالد بدره سجل مرتي هدف في عام 2000 ضد مصر و2004 ضد نيجيريا ثم عندنا فوزيه حذاري المنتخب الانغولي عرضيه للفاد الركنيه ديلان برول تكيا ومباراه صعيبه ترجع كره الحق والكره تمشي من جيرالدو جراها برا اوت اوت خرجت ضربه مرمى للمنتخب الوطني التونسي الكره الانغوليه انغولا استقلت في او البدوي حذاري عرضيه وكره ركنيه ضغط كبير المنتخب التونسي لنتفق جميعنا انه ما نقدروش نلعبوا بالطريقه الدفاعيه فكريه من جالما يلعب الكره منتخب انغولا في هذا الشوط الثاني لانغولا ترجع على الخطأ وورقة صفراء ضد يوسف المساكني الخطأ يكلف ورقة صفراء الانذار الثالث في المباراة هو الثاني على النصور بعد غيلان القائد المساكني نمبر 1 ترجع الكرة أنغولية والحارس 6 دقائق لا يمشي الخزري وابي الخزري عودها له يا وهبي والكرة في ضربة مرمى باهي المنتخب التونسي يفكر ما ينساش يمشي للهجوم على جيريس عن طريق ماتيوس العرضية صعبة جدا حدادي خلص دقائق لعب في الشوط الثاني باهي غيلان يضرب الدفاع خارج الكرة فيها تسلل على سليتي واضح تسلل واضح لنعيم واش ديك شريدة يلعب الكرة خطيرة وديف حداد طويلة والكرة خطيرة حطها خزري وتسلل ضد المنتخب التونسي تسلل على يوسف الفريق الوطني التونسي يتقدم المساكني حد كورة وابي الخزري كان اناني وابي الخزري معاك سليتي المنتخب الانغولي بالرغم الكرة نعيم في خطا فاول ترجع كرة منتخب التونسي حس فما شخصية فما خبرة فما تجربة ولو انه 16 لاعب يشتركوا لأول مرة ترجع كرة خزري بالراس حط الكرة يرجع للتومبيرامون هجومي للمنتخب التونسي كان مطالب ياسين مرياح المعلم يتصرف اوه سليتي في خطا عالي رد بالك قاعدين في الوسط رد بالك شو لاعبين دو والشوطة بعيدة كرة ترجع المنتخب التونسي جيسون دادا كرة خطيرة كرة ثابتة صعبة جدا والدفاع مرة ثانية للمنتخب الانغولي حذاري والحارس وكرة وهدف التعادل